وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات من جدة مباشرة لخوض منافسات كأس السوبر المصري. الخطيب يرافق بعثة الأهلي إلى الإمارات رغم حالة الإجهاد التي لحقت به عقب مباراة الميدالية البرونزية في مونديال الأندية. بعد 7 أيام من الراحة، الزمالك يعود إلى التدريبات الخميس المقبل استعداداً لمعسكر الإمارات. مصطفى شلبي يواصل التأهيل للتعافي من الإصابة واللحاق بمعسكر الزمالك في الإمارات. محاولة مكثفة من بيراميدز لتجهيز الثنائي محمد الشيبي ومحمود مرعي للحاق بمواجهة مودرن فيوتشر في السوبر المصري. مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول في أبو ظبي استعداداً لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري. مفاجآت بالجملة في كأس مصر بعد خروج غزل المحلة ووادي دجلة وطنطا وتأهل الترسانة والوسطى والنصر على حسابهم. محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول أمام أرسنال بهدف لكل منهما لتكون النتيجة في صالح مانشستر سيتي في صراع صدارة الدوري الإنجليزي. محمود تريزيجي يتعادل رفقة ترابزونسبور أمام فريقه السابق باشاك شهير بهدف لكل منهما ضمن الجولة 18 بالدوري التركي.